سليمة، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم مدام أميني، لا بروف دو فرونسي في إليوس أكاديمي. بي اليوم باش نجيو للستاندي وباش نجيو نعرفو شنو معناتها لي رابور لوجيك دون لا فراز، اللي لازمكم تعرفو اللي في الاكزامان الاخر نتاعكم نتاع الفرونسي اللي باش تعديو. نحكي بوغ لي باك سيانتيفيك، لي كو سيونس والمات والانفورماتيك والايكونومي والتكنيك اكسيتيرا، اللي انتوما عندكم 3 ستاد: lecture خلي فيها الكومبريونسيون دو تكست، بعد عندكم اللانغ، وبعد عندكم الاكسبرسيون كريت. الكور اللي يقوم عليه البروغرام تاع الباك الكل في الجرامير هو الكور نتاع لي رابور لوجيك دون لا فراز. يقول قايل مدام شو معناتها لي رابور لوجيك دون لا فراز؟ شنو نجمو نسميو؟ نجمو نسميو لا كوز، نجمو نسميو لا كونسيكونس، نجمو نسميو لو بوت، نجمو نسميو لوبوزيسيون، نجمو نسميو الكونسيسيون ايتترا. الفيديو هذايا باش نفهمو فيه شنو معناتها لو رابور لوجيك دو لا كوز دون لا فراز. اول حاجه لازمني نعرفها انه لا كوز معناتها لا ريزون دان في. شو معناتها لا ريزون دان في؟ معناتها السبب. دونك لا كوز معناتها السبب بالعربي. دونك اني في الجمله نتاعي لازمني نلوج وين موجوده الاكسبرسيون العباره اللي تحكي لي على لا ريزون واللي تحكي لي على لا كوز. لا كوز نجمو نلقاوها في فراز سامبل ولا في فراز كومبلكس. هذاك علاش ننصحكم تعاودوا ترجعوا للفيديو اللي قبل، اللي هبط قبل الفيديو هذايا بالضبط، واللي يحكي لكم ويعلمكم تفرقوا ما بين لا فراز سامبل وما بين لا فراز كومبلكس. بريف كي نجي نشوف لي دو زيكزامبل اللي قدامي: il n'est pas allé à l'école à cause de la pluie. اول حاجه هذه سي اون فراز سامبل، علاش؟ خاطر عندي فيرب كا كونجوغي اللي هو اي allé، اللي هو سي لو فيرب allé مصرف توا عندي في الباسي كومبوزي. دونك عندي اون فراز سامبل وعندي العباره اللي تحكي لي على كوز اللي هي à cause de la pluie. مادام لي في فراز سامبل، هالكوز والعباره اللي تحكي لي على كوز باش نجي نسميها ان كومبليمون سيركونسانسييل دو كوز. Par contre, je me l'assigne, il n'est pas allé à l'école car la pluie tombe. Donc, on dit là, deux verbes conjugués et aller, ou on dit le verbe tombe. On dit deux verbes conjugués, donc automatiquement j'ai une phrase complexe. وقت اللي تبدا عندي فراز كومبلكس، الكوز نتاعي الفونكسيون نتاعي باش يولي اسمها بروبوزيسيون سوبوردوني سيركونسانسييل دو كوز. دونك شنو لازمني نتعلم؟ انه في فراز سامبل راهي الكوز باش يولي اسمها ان كومبليمون سيركونسانسييل دو كوز، وفي فراز كومبلكس راهي الكوز باش يولي اسمها اون بروبوزيسيون سوبوردوني سيركونسانسييل دو كوز. دونك في لا فراز كومبلكس نجم نستعمل باسكو، بويسكو، comme, vu que, du moment que, étant donné que, sous prétexte que. Allez, il y a une cause mise en doute, mais une cause, mais je ne sais pas si je suis là, si parce que, non que, mais parce que, soit que, etc. On fait la phrase simple, nous parlons à cause de, plus non, grâce à, faute de, plus non, à force de. Ama a dit une remarque très importante. Elle est énie, les amis, n'arrafa. Et nous, وقت اللي نستعمل une proposition subordonnée, n'amel فيها le connecteur logique comme, rani subordonnée, n'hota en tête de phrase. Kima nchoufou ma bradna l'exemple hedeya. Comme leur fils a échoué aux examens, les parents sont déçus. Donc, وقت subordonné l'étape d'abel comme les amis n'hota fi awel jomla. Les amis n'arf zeda. وقت اللي la cause est mensongère ou il s'agit d'une excuse, on emploie sous prétexte que. شو معناتها؟ معناتها وقت اللي السبب نتاعي باش يكون عذر، ولا باش يكون السبب نتاعي مشكوك فيه، ولا باش يكون السبب نتاعي مبني على المنسونج، مبني على الكذب، نستعمل سو بريتكست كو، كيما في الجمله نتاعي il n'est pas arrivé sous prétexte qu'il était malade. اخر remarque لازمني نعرفها انه à cause de راهي تحكي لي على cause négative، معناتها تحكي لي على سبب خايب، و grâce à راهي تحكي لي على cause positive، معناتها تحكي لي على سبب باهي. كيما grâce à ton aide j'ai bien réussi mon examen. Donc là نحكي على cause positive. On a annulé la sortie à cause du mauvais climat. Là نحكي على cause négative. Donc شنو هي الكونكلوزيون تاع الفيديو نتاعي؟ لازمني نتعلم انه في الفراز سامبل العباره اللي تحكي لي على الكوز تحكي لي على السبب،
باش نسميها ان كومبليمون سيركونسونسييل دو كوز دون اون فراز كومبلكس. معناتها فراز كومبلكس معناتها فراز فيها اكثر من فيرب كونجوغي، العباره اللي تحكي لي على الكوز باش نسميها بروبوزيسيون سوبوردوني سيركونسونسييل دو كوز. ان شاء الله تكون الفيديو هذايا فادتكم وملتقانا ان شاء الله في الفيديو الجايه. جو باس لو بونسوار ا تو الموند اي اوفار.